احنا اليوم ما نجموش نبقوا مكتوف في الايدي، عندنا استحقاقات، عندنا وضع نتاع بلاد، عندنا وضع اجتماعي زاد صعب وصعب للغايه. اكيد جدا اني مرجعنا مقررات مؤسساتيه، وذاك علاش انعقدت ليله داري اليوم باش تخرج بمخرجات اللي مش تكون تعبر على مواقف الكل. ثم عصابات، وكل رئيس حكومه يجي للاسف الشديد يبدا انطلاقه معناها جيده، ولكن تحيط به مجموعه في اطار المحاصصات معناها اللي ما نجموش يدخلوهم الباب يدخلوهم الشباك، وتبدا الافكار كدزان للمعارك الواهيه هي اللي هزت اليوم البلاد في هذا الوضع معنا نشهدوه اليوم واللي نعيشوه اليوم بتلك الصعوبه. معنا اليوم ما نجم حتى حد راه يستهدفنا الاتحاد، لان ما نشر انا حربش للبلعان، والا فهمني نستنوا في زيد باش يرضى علينا ولا ما يرضاش علينا. اللي يرضى علينا هو ضميرنا في مصلحه بلادنا قولا وفعلا وليس شعارا.